معنا الأستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي من قطر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عمر وأهلا بمشاهدينك، وسعدت بالتحليل اللي أنت قلته ده، بس في جزئيتين مهمين جدا. اتفضل يا فندم. الجزئية الأولى إن اللي حصل في الشوط الثاني وتحديدا الشوط الثالث والرابع اللي حط تحت عنوان كرة القدم سهلة. سهلة، مش محتاجة فزلكة ولا محتاجة إن أنت تقعد تغير في مراكز اللعيب وتكبش اليمين في الشمال والشمال في اليمين. سهلة خالص، لما نزلت بلعيبة كورة تفوقت على الأرض. طبعا لعيبة كورة زي ما حضرتك قلت، رفعت، أبشة، شريف، وراهم سلية، لعيبة كورة فاهمين عايزين بيعملوا إيه. الكورة مش إن أنت تعلق الكورة في الجو، يعني عدل ربنا في الشوط الأولاني لما كنت بتتكلم على العدل من شوية، إن الشوط نتيجة الشوط الأولاني بتخلص 5-2 للأردن، 5-2 مستريح، ثلاث كور مطلعهم الشناوي وكورة في العارضة والقائم والهدف، واحنا لينا فرصه قبل الهدف والهدف، فعدل ربنا كان يخلص 5-2. ليه بنسال قلبنا بلعيبه في غير مراكزها؟ ليه انا اخلي زيزو اللي حضرتك بتقول مستوى، لانه مش بيلعب في مكان، بيلعب هو طول عمره بيلعب هاف يمين، ليه لعبه هاف يسار؟ وليه بعد شويه هروح مدخله في قلب الملعب واجيب فيصل على اليسار؟ يعني ليه اللعبكه دي؟ كل واحد عارف مكانه وحافظه. انا غير في التكتيك، غير في الطريق، في الطريقه، لكن ما غيرش في المراكز عشان ما اوجعش قلبي. احنا قعدنا 45 دقيقه او 40 دقيقه مضغوطين لغايه اخر خمس دقايق اللي جبنا فيهم الفرصه والهدف، وكلنا حاطين يعني لو دعوات مصريين في المدرجات ملعب الجنوب ما كانش ده حصل، والمؤازره الجماهيريه شديده، مصر ثاني اعلى حضور في الجماهيري في البطوله، والناس هنا كلهم مهتمين جدا ان مصر توصل لابعد نقطه لإنجاح البطولة ويبقى في جماهيرية والآخر. فأنت ليه تتعبنا؟ يعني ليه أنت تعبنا؟ أنا مع حضرتك إن هو جرب لعيبة جديدة والبطولة دي أفرزت لعيبة جديدة وقعد فترة طويلة خطط وفكر والكلام ده كله بعد ما كان بيعاني في مباراة أفريقيا إنه ضيق الوقت، مباراة متلاحمة ومعسكر ثلاث أيام، في دوبك يعني بيقدر يقول كلمتين ويلعب ماتش ويمشي، واللعيبة بتمشي خاصة المحترفين أو المحليين في الدوري المحلي. فانت عندك فرصة عظيمة وتقوم على فكرة. حضرتك بتقول ماتش تونس صعب، اسهل فرقة وصلت لدور الاربعة هي تونس، بدليل ان المنتخب العماني رغم تواضع ادائه امس بالظبط، لان الربع ساعة الاخيرة لما ضغط كان ماتش صعيب برضو بالنسبة لهم، فرقة بلا دفاع ولا حارس مرمى، يعني ولا حارس مرمى سواء اللي وقف امبارح معز الاحسن او فاروق مصطفى، فرقة بلا دفاع، يعني الدفاع حارس المرمى لو اتشق عليه ثلاجه هتخش، انت فاهم؟ يعني اذا كان فاروق مصطفى ولا معز الاحسن، عندهم ازمه كبيره في حراسه المرمى في منتخب تونس، حتى منتخب تونس الاساسي اللي هو مش موجود بيه، فده اسهل مباراه ممكن تلعبها، بس العبها بلعيبه الكوره. الكوره سهله جدا، مش محتاجه عقد ولا محتاجه فزلكه. انت ليه تسيبني مضغوط؟ نفس السيناريو اللي حصل امام الشوط الاول، الجزائر ضغط 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 مش عارفين نطلع الكوره، ان مفيش لعيبه كوره بتقف على الكوره قدام ولا بتستقبل كويس. مش كل حاجه علقها لمروان حمدي، مع احترامي مش كل لعيب محلي ينفع يلعب دولي طبعا، ودي افرزتها، مش كل لعيب يبقى جيد محليا ينفع يلعب دوليا، لان في حاجات تانية، في افكار تانية، وفي سبب في الخبره. طبعا الخبره انك تلعب ماتش اربع اشواط وكان ممكن يبقى فيهم بنالتيات. خلي بالك منتخب الاردن عنده ازمه كبيره، يعني جاي منه سبع لاعبين بعد اصابات صليبي وعضليه وكورونا، فيعني حتى ما عندوش بدلاء، يعني كتر خيرهم ان هم سدوا معانا شغل. فانت عندك مشكله، وبعدين شايف ان احمد ياسين مضغوط عليه، ترجع حمدي فتحي جنبه، او يعني زي ما بيعمل موسيماني لما بيحصل عنده مشكله برجع حمدي فتحي في الدفاع. ايوه عشان يغطي كدا. ايوه طبعا عشان تغطي. او فين في اخر الشوط الاول لما فهم راح جايب لونش ناحيه اليمين وودى لان هم كانوا مركزين جدا على احمد ياسين، كل الكور اللي اتصدت على صدها الشناوي او صدت على الشناوي كلها بيمر من احمد ياسين ويشوم، الوقت خبراته قليله، تظلمه ليه؟ يعني خبراته الدوليه قليله، لعيب جيد وهيجي منه ومستقبل الدفاع في مصر، بس انت ظلمته في مواجهه صعبه مع لعيبه كوره في الاردن، يعني لولا الاجهاد
والتعب بتاع الاردن والتفوق بقى لما بدا يعدل الماتش ويعدل الفرقه. ربنا يسهل بقى ويهدي الحال ان شاء الله في الماتش الجاي. الاستاذ شريف عبد القادر ناقد رياضي بشكرك شكرا جزيلا.